أهلا بكم وإلى العناوين. مع بدء محادثات رحال في سويسرا بلجيكا تعلن اعتقال مشتبه بهم من أصول إيرانية، وظريف يصف القضية بالزائفة. الجيش السوري يصل إلى مشارف معبر نصيب على الحدود الأردنية ويحرر المزيد من القرى في ريف درعا. الكنيسة الإسرائيلي يقر بنحو نهائي مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء. اتفاق بين ميركل ووزير داخليتها على إقامة مراكز إيواء للاجئين على حدود النمسا ينقذ الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاعتقالات التي قالت السلطات البلجيكية أنها نفذتها ضد إيرانيين يشتبه بتورطهم في التخطيط لشن هجوم في فرنسا بالمخطط الزائف. وفي تغريدة له على تويتر أعرب ظريف عن استغرابه التزامن العجيب بين زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني أوروبا والكشف عن عمليات مزعومة واعتقال متآمرين فيها، وأعلن أن بلاده مستعدة للعمل مع كل الأطراف المعنية للكشف عن المخططات الزائفة والشريرة على حد تعبيره. السلطات البلجيكية كانت قد أعلنت اعتقال بلجيكيين اثنين من أصول إيرانية بزعم الاشتباه بتخطيطهما لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. بناء على معلومات مهمة لمكتب الأمن والاستخبارات البلجيكي، قمنا بفتح تحقيق جنائي وتحقيق في الإرهاب. بناء على هذا التحقيق ألقينا القبض على شخصين من الجنسية البلجيكية لكن من أصول إيرانية. لقد أرادا تنفيذ هجوم إرهابي في مؤتمر تعقده منظمة تعارض الحكومة الإيرانية. أثناء تفتيش سيارتهما عثرنا على 500 جرام من مادة بيروكسيد الأسيتون التي استخدمت في الهجمات الإرهابية في فرنسا وبلجيكا وبلدان أخرى. اعتقل أيضا شخص في فرنسا وآخر في ألمانيا، ويبدو أن الأخير دبلوماسي إيراني يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا. وإلى سويسرا وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارة تشمل النمسا أيضا. روحاني وخلال لقائه نظيره السويسري في بيرن أشار إلى أن الاتفاق النووي اتفاق دولي، وأن واشنطن بخروجها منه أثبتت أنها غير ملتزمة تعهداتها على الصعيد الدولي. الرئيس السويسري أكد من جانبه دعم بلاده الاتفاق النووي الذي تحقق بعد مفاوضات طويلة وحظي بتأييد من مجلس الأمن الدولي أيضا. روحاني كان قد أعرب عن أمله في أن يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مقترحات بشأن الاتفاق خلال الأيام المقبلة. في الوقت الذي انسحب فيه الأمريكيون من الاتفاق النووي مخالفين بذلك القوانين الدولية والتزاماتهم المتعددة الأطراف، تكتسب العلاقة مع أوروبا والتفاوض معها مكانة خاصة، ذلك لأن جميع الدول الخمس الأخرى روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كله يبذلون جهودهم للإبقاء على الاتفاق النووي من دون أمريكا. يشعر الجميع أن بقاء الاتفاق يخدم مصلحة المنطقة والعالم ويدينون بالإجماع أمريكا. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية من إجراءات تستهدفها ما لم تغير سياستها. ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الهولندي اتهم المنظمة بمعاملات بلاده بطريقة سيئة على حد تعبيره، وذلك لعقود طويلة، معربا عن أمله بأن تغير طريقة تعاملها. موقع إكسوس الإخباري الأمريكي كان قد كشف عن وجود مشروع قانون يجري العمل عليه بدفع من ترامب يفضي إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة. الرد الانتقامي الذي يحضره الاتحاد الأوروبي اتخذ شكل تحذير من ضرر كبير سيلحق بالاقتصاد الأمريكي إذا ما نفذ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية، مع أن لدى شركات السيارات الأوروبية وجودا راسخا في السوق الأمريكية. المواقف الحادة لترامب قابلها الأوروبيون بهذه الرسالة، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي أنهم يسببون على الأرجح مقدار الأذى نفسه الذي تسببه الصين من الناحية التجارية، مع فارق أن الاتحاد الأوروبي أصغر. هذه المقارنة تشكل صفعة مؤلمة للأوروبيين الذين يرون أن الصين هي التي تشكل الخطر الحقيقي للتجارة العادلة، وهم يعولون على زيارة جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية لواشنطن نهاية الشهر الجاري للتقليل من حدة التوتر في العلاقات معها من خلال مسعاه إلى حل النزاع التجاري.
نزاع لا يبدو أنه ينتهي قريبا بعد سلسلة إجراءات تندرج ضمن حرب تجارية متصاعدة. يؤكد مراقبون أن من أهم أهدافها السياسية إخضاع الاتحاد الأوروبي وإجباره على تبني قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والقبول بإعادة العقوبات عليها، في ظل دعوة الخارجية الأمريكية مستوردي النفط الإيراني إلى تقليصه للصفر في أقرب فرصة ممكنة، وقولها إن هدفها وقف الصادرات النفطية الإيرانية بالكامل. عدد قليل من الدول الأوروبية والآسيوية قد يلتزم بالعقوبات الاقتصادية الخانقة المفترض بدؤها في 14 من تشرين الثاني نوفمبر، بينما قد تعارضها الغالبية العظمى وعلى رأسها دول مثل الصين والهند وروسيا، فيما كانت المعارضة الأسرع من أنقرة التي أعلنت أنها ستتحرك وفقا لمصالحها الاقتصادية، مؤكدة أن إيران شريك اقتصادي هام. في المقابل تستخدم واشنطن ورقة حلفائها العرب للتعويض عن أي نقص في وارداتها النفطية من إيران. حث ترامب الرياض على زيادة إنتاجها النفطي نموذج على ذلك. أضحى الجيش السوري على مسافة 8 كيلومترات من معبر نصيب على الحدود الأردنية، ويواصل الجيش السوري عمليته في الجنوب حيث قصف الجماعات المسلحة في طفس، وفيما تتواصل في بصرى الشام عمليات تسلم السلاح الثقيل من المسلحين. تجري الاستعدادات لعمليات مشابهة في قرى وبلدات مجاورة باتجاه جنوب درعا بينها معربة ونصيب والمسقيات. تكمل مفاوضات التسوية ما بدأه الجيش السوري في ريف درعا الشرقي. بصرى الشام المعقل الكبير لفرقة شباب السنة إلى سيطرة الدولة. مفاوضات شاقة أثمرت تحت ضغط القوة العسكرية عودة المدينة إلى سيطرة الدولة. خطوة على طريق باتجاه واحد نحو معبر نصيب. صفحة الريف الشرقي تطوى بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية. أهم إنجازهن هنا استعادة معسكر لواء 52 ومعسكر كتيبة 271 والتقدم باتجاه الجنوب حتى الغارية الغربية والغارية الشرقية والتي أعلنت مصالحتها هي وأبطع وداعل. والبارحة كان في هناك اتفاق بحيث أن بصرة الشام وما حولها من قرى من معربة إلى غصم إلى أم ولد إلى 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 كلها أعلنت مصالحتها، وعلى أساس أنها في هذا اليوم سوف تدخل القوات السورية رافعة العلم العربي السوري فوق كل هذه المناطق. غربا بدت ملامح تسخين الجبهة واضحة، فبعد انضمام داعل وإبطع إلى المصالحات مسلحو طفس بايعوا داعش. واقع فرض تعاملا ميدانيا عاجلا، قصف مدفعي وغارات جوية مباشرة. موقع طفس كعقدة طرق نحو الريف الجنوبي الغربي يعطيها أهمية مضاعفة. يدرك المسلحون تلك الوقائع ويربكهم تحرك الحاضنة الشعبية نحو خيار الدولة. الريف الغربي حيث أنه ملتقى المحافظة مع الأردن ومع العدو الإسرائيلي في منطقة الجولان منطقة الفصل، وبالتالي نتمنى ألا يسقط دم بعد الآن في محافظة درعا وأن تعود درعا إلى حضن الوطن كاملة. الجيش العربي السوري جاهز لتنفيذ مهامه بهذه الاتجاهات والنصر قريب. أكثر من نصف محافظة درعا بات تحت سيطرة الجيش السوري. لا أفق أمام المسلحين إلا القبول بإلقاء السلاح والقبول بخيار الدولة في ظل معطيات الميدان القتالي وقرار القيادة السورية بحسم ملف الجنوب. التفاوض تحت النار أثبت نجاعته باستعادة الجيش السوري عشرات القرى والبلدات في ريف درعا الغربي، تكتيك يراهن عليه بإكمال المهمة في الريف الغربي بالرغم من رجحان كفة العمل العسكري في تلك الجغرافيا. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أيام قليلة مضت على عملية الجنوب السوري والتغيرات على الأرض تشير إلى سرعة في تقدم الجيش السوري على حساب المجموعات المسلحة في تلك المنطقة. أهلا بكم. معركة تحرير الجنوب السوري أحدثت تغييرا جذريا في خريطة السيطرة العسكرية في الأيام القليلة التي مرت على انطلاقتها. فقبل أقل من 10 أيام كان الجيب الجنوبي الغربي من سوريا على الحدود مع الأردن يخضع بشقين اثنين لسيطرة المسلحين. شرق درعا في الشق الأول من بصرى الشام جنوب غرب السويداء إلى أجزاء درعا التي كان يسيطر عليها المسلحون، وفي الشق الثاني غرب درعا من المزيريب امتدادا إلى إبطع وداعل
حتى القنيطرة على الحدود مع فلسطين المحتلة. الجيش السوري كان يقسم هاتين المنطقتين بشكل سهم ينطلق من الصنمين وأزرع والشيخ مسكين وخربة غزالة وصولا إلى القسم الشمالي من مدينة درعا. في 26 من حزيران يونيو الفائت تمكن الجيش السوري بعد عملية عسكرية مكثفة من تحرير بصر الحرير وأتمام المصالحة في داعل ووصل مناطق سيطرته شمال غرب السويداء بتلك التي يسيطر عليها شرق أزرع. العملية العسكرية والمصالحات في بعض المناطق أدت إلى تطور سريع في الميدان سمح بتوسيع السيطرة غرب مطار الثعلى غرب السويداء وصولا إلى تحرير المسافرة والجيزة فإنهاء ملف الوجود المسلح في مدينة بصرة الشام بعد المصالحة. هذا يقلص مناطق سيطرة المسلحين في الشق الشرقي من درعا إلى أكثر من النصف حيث باتت أكثر من نصف مساحة درعا تحت سيطرة الجيش السوري. لم يبقى من الشق الشرقي لدرعا الذي كان تحت سيطرة المسلحين سوى القرى الحدودية الممتدة من جنوب بصرة الشام وصولا إلى جنوب درعا. ومع تقدم العمليات العسكرية بالتوازي مع المصالحات التي تتكشف يوما بعد يوم من المرجح أن ينتهي العمل في الشق الشرقي لدرعا قريبا وتنتقل العمليات إلى الشق الغربي من المدينة ولا سيما أن استعدادات عسكرية كبرى تجري في اتجاه ريف درعا الغربي. في نيويورك أعرب مندوب السويد رئيس مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الوضع الحالي في جنوب سوريا. إننا قلقون جدا من الوضع في جنوب سوريا وسأعقد اجتماعا مع مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة وسنبحث الوضع مع دول المنطقة بما فيها الأردن وسيكون لنا حديث معهم على مستوى رفيع في وقت لاحق هذا الأسبوع. ليس معلوما بعد إن كنا سنعقد اجتماعا بهذا الخصوص في وقت لاحق هذا الأسبوع أم في الأسبوع المقبل وإننا في غاية الاستعداد للاستجابة لأي وضع مستجد إذا شعرنا بضرورة لذلك. زار وفد أمريكي مدينة منبج السورية شمال شرق حلب والتقى مجلسي المدينة العسكري والمدني. الوفد ضم كلا من السيناتور لينسي غرهام والسيناتور جين شاهين وبحث آخر التطورات في المنطقة مع مسؤولين في المجلسين العسكري والمدني للمدينة. وعند الحدود العراقية السورية أقام الحشد الشعبي تحصينات عسكرية جديدة في محور عمليات غرب الموصل. ووفق الموقع الإعلامي للحشد فإن الهدف من وراء إنشاء هذه التحصينات هو تعزيز الخطوط الدفاعية والحيلولة دون تسلل عناصر داعش من الأراضي السورية باتجاه قواطع غربي الموصل. وفي مدينة السليمانية العراقية شب حريق ضخم في مستودع للأسلحة والذخيرة وقد أتت النيران على مستودع للعتاد تابع للبشمركة وفق ما أعلنت الشرطة. عراقيا أيضا فقد عاد الجمود ليسيطر على المشهد العراقي بانتظار الإعلان الثاني لنتائج الانتخابات بعد أن تنتهي عملية العد والفرز اليدويين التي تشمل المراكز المطعوم بنزاهة العملية الانتخابية فيها. عبد الله بدران. مرة أخرى التريث سيد الموقف في المشهد السياسي العراقي، تريث باق حتى ساعة إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. إذن عاد الأفرقاء خطوة واقتصر التفاعل على التواصل والاجتماعات والتفاهمات لترتيب الصفوف بين القوى السياسية العراقية. فلا تحالفات جديدة ما عدا المعلن من تحالف بين سائرون والفتح وسائرون والنصر من دون أن تنقطع اللقاءات الباحثة عن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان مع بقية القوى. النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية التي أعتقد ستؤدي إلى إعلان تحالفات بصورة علنية بعد أن تعرف كل قوة كل كتلة حجمها. لن يكون هناك تغيير كبير في نتائج الانتخابات بعد العد والفرز اليدويين الجديدين، هذا ما تعتقده القوى السياسية الفائزة منها وغيرها على حد سواء. النتائج لن تتغير ولن يكون هناك حراك متغير على أساس القوى التي يعني حصلت على مقاعد أكثر أو أقل. يرقب الشارع العراقي التطورات، قد لا تشغله كثيرا تفاصيل التفاهمات السياسية، أولوياته الخدمات وأن يكون صوته فعلا قد احتسب وأن تتوافر فرص عمل تليق به. تعيين ماكو، نشتغل هاي الشغلة، من الحكومة جديدة توفر
فرص عمل، لو نحن ولو كتعيين احنا ما نشتغل هاي الشغلة. في المقلب الآخر تعتزم مفوضية الانتخابات البدء بعملية العد والفرز اليدويين، عملية ستكون جزئية وتشمل المراكز المطعونة في نزاهة العملية الانتخابية فيها. البيت الكردي لم يعد واحدا، فلا بيضة قبان يمكن أن يكون عليها ممثل الإقليم في المفاوضات السياسية. وفيما تمتد جسور التحالفات المعلنة إلى ممثلي القوى السنية، فإن عدم الرد بالإيجاب أو الالتحاق بهذه التحالفات فرض انتظارا مستمرا حتى ساعة الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. الإشاعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ناشطو حراك الريف المغربي يعلنون الإضراب عن الطعام. من جديد أهلا بكم. أقر الكنيسة الإسرائيلية على نحو نهائي مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني. أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيسة رأوا أن القانون يضاف إلى سلسلة القوانين الاستعمارية والاستبدادية لحكومة الاحتلال. ووصفت القائمة العربية القانون بأنه عملية سطو مسلح وسرقة ينفذها الاحتلال. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهماتها في قطاع غزة. عباس استقبل في رام الله رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الذي أكد دعم الدوحة للشعب الفلسطيني ولجهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكان قد أثار عاصفة من الانتقادات بعد إعلانه عن محادثات غير مباشرة بين حماس وتل أبيب بشأن الوضع في غزة. ورفضا لصفقة القرن الأمريكية، خرجت تظاهرات في مدينتي رام الله والبيري، تحرك قطعته الجبهة الشعبية احتجاجا على قمع تظاهرة في نابلس منذ يومين. نسرين سلمي. الثوابت الفلسطينية ليست للبيع، والازدهار الاقتصادي ليس بديلا للحرية والاستقلال. شعارات هتف بها مئات الفلسطينيين الذين خرجوا في تظاهرة وسط رام الله تنديدا بصفقة القرن التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية وتنتقص من حقوق الفلسطينيين، رفضا للسياسة الأمريكية المعادية ورفضا لما يسمى صفقة القرن، والتفافا حول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. هذه القيادة التي قدمت منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية مئات ألاف من الشهداء والجرحى والأسرى. المشاركون أكدوا دعمهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة الضغوط الدولية والعربية التي تمارس عليه للقبول بالصفقة، وأعلنوا أن فعالياتهم ستتواصل إلى حين إسقاطها وإيصال صوتهم إلى العالم بأن قضيتهم ليست قضية مساعدات أو قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية وطن. ستسقط صفقة القرن كما سقطت كافة مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني، وشعبنا مستمر. وفي هذا السياق نقول اليوم في هذه المسيرة بأنه القيادة الفلسطينية هي انعكاس لمصالح شعبها. التظاهرة دعت إليها الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن، وكجزء متقدم من فعالياتها التي بدأت بحملة تواقيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض الصفقة، وأكدت أنها حشدت أكثر من 3 ملايين مشارك من مختلف الدول بينهم أكاديميون وقادة سياسيون وناشطون. هي اليوم وقفة يجب أن يقفها كل أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه فرصتنا للتوحد، هذه فرصتنا لنقول لا، لأن المؤامرة كبيرة والضغط كبير، ويجب أن يكون بقدر هذه المسؤولية وقدر هذا الرفض الواجب على كل فلسطيني. الجبهة الشعبية رفضت المشاركة في المسيرة احتجاجا على اعتداءات أجهزة الأمن الفلسطينية على المتظاهرين في نابلس قبل يومين، وكانوا خرجوا للمطالبة برفع العقوبات عن غزة ورفضا لصفقة القرن. رسالة المتظاهرين هنا أن لا صفقة أمريكية ولا دولية يمكن لها أن تمر طالما كانت تنتقص من حقوق الفلسطينيين وثوابتهم. نسر سلمي، رام الله، الميادين.
وفي جنيف ضغط أمريكي لشل أعمال مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وتجاوبت الدول الأوروبية عبر تغييبها عن الجلسة أو خفض تمثيلها. موسى عاصي. ظهر واضحا الضغط الأمريكي على عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من المجلس بسبب استمرار مناقشة الأوضاع في الأراضي المحتلة تحت البند السابع. مقاعد المجلس خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في هذه الدورة لم تكن مشغولة بشكل كامل كعادتها، غياب تام لدول تكرر دائما انشغالها بحقوق الإنسان كفرنسا وبعض الدول الأخرى التي تدور في الفلك الأمريكي، وتمثيل منخفض جدا لدول أخرى. نحن سنعمل لاحقا مرة أخرى المطالبة بشكل واضح وصريح من كل أعضاء المجلس، إما الالتزام بجدول أعمال المجلس وإلا الخروج من هذا المجلس، حيث أن هذه الدول تريد أن تستخدم هذا المجلس فقط ل يعني القضايا التي تهمها ولا تهم حقوق الإنسان. البند السابع هو موضوع متعلق بقضايا القانون وبحقوق الإنسان، ومن لا يتعاطى مع البند السابع وحقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى لا يجوز له إطلاقا الادعاء بأنه يدافع عن حقوق الإنسان. المندوب السوري ندد بالموقف الأوروبي تجاه الجولان السوري المحتل، وكان الاتحاد قد صوت خلال الدورة الماضية ضد قرار يدين الانتهاكات في الأراضي السورية المحتلة. نحن توجهنا للاتحاد الأوروبي بالانتقاد بسبب غيابه المتعمد عن الجلسة وعن المناقشات، وبسبب التهديدات التي سمعناها مؤخرا بالتصويت ضد القرارات التي تعنى بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل. هذا الموقف حذرنا من أنه لن يعني سوى دعم الاحتلال وتشجيعه على مواصلة انتهاكاته. المتحدثون في الجلسة ولا سيما ممثلو دول عدم الانحياز ومجموعتي دول أمريكا اللاتينية والأفريقية والمجموعة العربية نددوا بالقرار الأمريكي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، ورأوا فيه تشجيعا لإسرائيل للمضي قدما في انتهاكاتها. قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان لم يمنع مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تحت البند السابع، لكن تأثير القرار الأمريكي بدا واضحا على بعض الدول ولا سيما دول أوروبية أخلت مقاعدها في المجلس خلال الجلسة. موسى عاصي، جنيف، الميادين. تعيد جريمة قتل الطفل الفلسطيني ياسر أبو النجا التذكير بألاف الشهداء الأطفال الذين أزهقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أرواحهم على مدار السنوات الماضية من دون أن تلقى العقاب. زهراء ديراني. لا فقد يكسر ظهر الأهل كفقد الولد، فكيف إذا كان وحيد والديه كمحمد عاجزا؟ أقعده المصاب قرب جثمان ابنه الشهيد يناجي أمجد أبو النجا صغيره الذي لم تشفع له أعوامه المعدودة أمام رصاصة إسرائيلية أصابته في رأسه عند الحدود مع قطاع غزة، ويعده بأنه لن ينساه. فهل ينسى المبتور جزءا منه فارقه؟ لم تدرك أم محمد ابنها بعينيها، قلبها كان دليلها، لكن الأمة تنكرت لفلسطين ولم تدركها بخطوة واحدة. وأمام هذا الصمت والعجز تمعن إسرائيل في انتهاك الطفولة. وهذا محمد، واحد من بين 2050 طفلا ارتقوا شهداء ما بين عامي 2000 و2018، من بينهم أكثر من 500 طفل دون 8 أعوام، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي أكدت أن هذا العام سجل منذ بدايته استشهاد نحو 23 طفلا. بقول هذا ابني، بقول هذا ابني، ما كنتش شايفه لسه وجهه، بقول هذا ابني، انا عرفت ابني هذا ابني. فبقول بالصبر وعيطوا، بقولوا اه والله ياسر من ملابسه عرفته، من رجليه، انا ابني، انا
أنا يعني لما شفت ابني أنا مش قادر ولا هلقيت أتخيل ولا أتصور إنه كيف أنتوا جاتكم الجرأة يعني لطفل أعزل تعملوا فيه. وشاء القدر أن تصادف شهادة أبو النجا ذكرى شهادة محمد أبو خضير الفتى المقدسي الذي أجبره القتلة على شرب البنزين وأحرق حيا على أيدي المستوطنين. 4 أعوام مرت وفلسطين تتجرع مر المكائد وحدها، وما بين المحمدين الشهيدين أعداء كثر وأمة مشتتة وشعب لا يقبل بغير القدس عاصمة، يسير أبناؤه نحو حلمهم على درب الشهادة قوافل. كشف مصدر سياسي يمني للميادين أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث أعلن أن الهدف من زيارته اليمن تجنيب الحديدة مصير المواجهة المسلحة. المصدر أشار إلى أن جريفيث سيلتقي في صنعاء رئيسي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ووزير الخارجية ونائبه وقادة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. أحمد عبد الرحمن. المبعوث الأممي مارتن جريفيث مرة أخرى في صنعاء، والهدف بحسب مصادر أممية وقف معركة الحديدة واستئناف المفاوضات. لا جديد بحوزة المبعوث كما يقول قادة في أنصار الله. زيارته تأتي لاستكمال خطوط إحاطته المقبلة في مجلس الأمن ولتمهيد الطريق أمام مهاجمة الحديدة مجددا. المفاوضات القادمة أعتقد بأن الميدان هو الذي يحددها وليس المبعوث الأممي، لأن المبعوث الأممي قليل الحيلة. تحركات متسارعة لجريفيث من دون خطة واضحة في وقت يتمسك التحالف السعودي وحكومة الرئيس هادي بالانسحاب الكامل وغير المشروط لأنصار الله من الحديدة ومينائها وميناء الصليف كأساس لأي خطوات سياسية، ويرد أنصار الله بالرفض والاكتفاء بالترحيب بدور أممي إشرافي على الميناء من دون تسليمه للأمم المتحدة. أصبح من الواضح الآن أن القرار المتخذ هو باتجاه العمل العسكري، وكل ما يدور في المسارات السياسية هو فقط لتطويع العقبات أمام هذا العمل العسكري. الرغبة واضحة لدى التحالف السعودي، وفي الأخير هادي هو يخرج هذه الرغبة. جريفيث كان قد توقع قبل أيام قليلة عودة طرفي الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات المعطلة منذ عامين، لكن ذلك لا يبدو قريبا مع فشل تحركاته حتى الآن وانعدام أي مؤشرات تقارب بين الأطراف المعنيين. الزيارة الثالثة التي يقوم بها جريفيث خلال شهر لصنعاء تأتي بعد أيام من زيارته عدن ومسقط. مراقبون يرون أنها لن تختلف في نتائجها عن زياراته السابقة لتزامنها مع استعدادات كبيرة لدى التحالف السعودي لجولة حرب جديدة في الساحل الغربي والحديدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد البخيتي دعا لحوار يمني يمني بعيدا من أي دولة. وفي اتصال مع الميادين وصف البخيتي إعلان الإمارات عن الهدنة بأنه اعتراف بالهزيمة على الشريط الساحلي. هذا الإعلان فقط هو من أجل تبرير الهزيمة والفشل العسكري، حيث أصبحت قواتهم على امتداد الشريط الساحلي تتعرض لهجمات القوات اليمنية. وأنا من هذا الموقع عيد توجيه الدعوة للمكونات السياسية اليمنية التي تقف إلى جانب العدوان وتتواطأ معه لأن تراجع حساباتها والعودة لطاولة الحوار يمني يمني من أجل التوصل لسلام شامل يضمن كرامة وسلامة وأمن الجميع في إطار عملية سياسية تتيح للجميع المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات الداخلية والخارجية. وإلى ليبيا، حيث أعلنت البحرية فقدان 63 مهاجرا وإنقاذ 41 أثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل البلاد. وفي سياق موازن، انتشر الهلال الأحمر الليبي جثامين 3 أشخاص بينهم طفل قضوا غرقا قبالة سواحل مدينة تاجوراء شرقي طرابلس. وردنا بلاغ من غرفة التنسيق الأمني تاجورة لوجود جثامين على شواطئ بحر تاجورة. طبعا الفريق عد العتاد
لتوجه للمكان المعلوم، ووضع الجثامين في الأكياس المخصصة لها للحفاظ على كرامتها. طبعا قام الفريق بانتشال عدد 17 جثمان خلال يومين. طبعا الجثامين هذه يرجح أنها للقارب من قلب يوم الجمعة الماضي، اللي حاليا حسب المتداول أن عليه حوالي 100 مفقود. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أنه سيجري إنشاء مراكز استقبال وإعادة المهاجرين إلى البلدان التي أتوا منها على الحدود مع النمسا. موقف ميركل جاء في محاولة منها لمنع انهيار الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه بعد تهديد وزير الداخلية بالاستقالة على خلفية موقفها من ملف الهجرة. لقد اتفقنا بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا. وإلى المغرب، حيث دخل معتقلو حراك الريف إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقهم. والد الناشط ناصر الزفزافي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما أكد أن نجله يرفض استئناف الحكم، مبديا استعداده للتوسط بين المعتقلين وأي جهات رسمية لإيجاد حل لقضية المعتقلين على حد قوله. دعا ناشطون تونسيون إلى المشاركة في اعتصام أمام مجلس النواب التونسي للضغط من أجل إقالة حكومة يوسف الشاهد. وتتزامن هذه الدعوات مع إصرار قادة حزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل على تأليف حكومة جديدة. مراد الدلنسي. اعتصام الخلاص عنوان لاعتصام جديد رفعه ناشطون للخلاص من حكومة يوسف الشاهد كما يطالبون. التظاهرة المنتظرة ستكون هنا أمام مقر مجلس النواب الشعب، والمطلوب تأليف حكومة كفاءات لإنقاذ البلاد. حكومة التلميذ المجتهد لصندوق النقد الدولي، غلاء الأسعار، انهيار الدولة، عصابة مافيا، نحن مع إسقاطها. أكثر شعب فقير كادح، ما عادش عندنا طبقة وسطى، كلها فقراء تو، وزيدونا في زيدونا في المواد الترونسبور، فهمتني؟ زيدونا في الحليب، وناويين باش زيدونا في المعيشة ممكن، وناويين معناتها كذا، إلى أين باش تهزونا؟ راهو مش تقع عليكم، إذا كان باش تعملونا هكا راك مش تقع عليكم ثورة الشياع. يرفض الشاهد الانصياع لدعوات الاستقالة، مواصلا تحدي الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب نداء تونس المطالبين بإقالته. لكنه لا يمانع إجراء تغيير في حكومته في الأيام المقبلة. الحراك السياسي يبدو غير منفصل عن أزمة اقتصادية مستفحلة أصبحت حديث السياسيين والمواطنين بسبب الزيادات في الأسعار وعجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. هناك تفاعلات اجتماعية سواء في علاقتها التي انقطعت تقريبا مع اتحاد الشغل الذي يباشر اليوم انطلاق مفاوضاته الاجتماعية في ظل قطيعة تامة مع حكومة الشاهد ودعوة صريحة لإقالته، إضافة إلى ذلك ليس لها أي اتفاقات مع منظمات الأعراف والفلاحين وغيرهم، هناك زيادات مهولة، هناك تحركات على المستوى الاجتماعي. عدد من نواب حزب نداء تونس الموالين للمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي تحدوا يوسف الشاهد إن كان قادرا على تحصيل العدد المطلوب من الأصوات لاستمرار حكومته، بحيث لا تقف إلى جانب يوسف الشاهد اليوم سوى كتلة حركة النهضة وجزء من نواب نداء تونس. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال إنه سيرد على دعوات إقالته بإجراء تحوير وزاري، تحوير يحتاج إلى موافقة البرلمان التونسي الذي يعارض طيف واسع من كتله بقاء حكومة يوسف الشاهد. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، نظمت أحزاب بريطانية بالتعاون مع منظمة بيرد ندوة في مجلس العموم البريطاني استمعت فيها إلى شهادات لضحايا التعذيب في البحرين. خبراء حقوقيون اتهموا الحكومة البريطانية بدعم سلطات المنامة في ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وتعهد المشاركون اتخاذ خطوات تدفع الحكومة إلى الضغط على السلطات البحرينية للتوقف عن ممارسة التعذيب.
هناك ثلاثة مجالات يمكن العمل من خلالها لوقف التعذيب في البحرين. أولا التركيز على التجارة معها، وتحديدا ما يتعلق بصادرات السلاح، وكشف مدى النفاق الذي تمارسه الحكومة البريطانية في هذا المجال. ثانيا تسليط الضوء على الحالات الفردية التي تعرضت للتعذيب في البحرين. وثالثا إظهار للرأي العام المجالات التي تنفق فيها الحكومة أموال الضرائب على نشاطات غير إنسانية ومخالفة لحقوق الإنسان في البحرين. طبعا الوالد كما بقية الرموز يعاني كثيرا من في داخل السجن. الآن مضى على سجنه أكثر من 7 سنوات، هو محروم من العلاج، هو ممنوع من رؤية الأهل والزيارة أكثر من 1 سنة و5 شهور، لم تلتقي به العائلة، لا يسمح له حتى بأخذه إلى العيادة، يصادر حتى الكتب الدينية بما فيها المصحف القرآن الكريم أو الأدعية. هناك تضييق يعني يزداد تصعيدا ضد الرموز. الوالد تجاوز عمره 70 عاما، وهذه المضايقات مستمرة ولا تتوقف ضده، وهو الذي يقول، الوالد يقول لا أستطيع أن أجد تفسيرا لكل هذه الممارسات إلا أنها عملية قتل بالبطيء ضدنا. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي بعد يومين إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات مع زعيمها بشأن نزع السلاح النووي. متابعة للعمل الجاد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، الوزير بومبيو سيتوجه في 5 من الشهر الحالي إلى كوريا الشمالية للقاء زعيمها وفريقه. ووفق المستشار جون بولتون، فإن كوريا الشمالية إذا اتخذت قرار نزع السلاح النووي فإن برنامجها الباليستي سينهى في غضون سنة. هناك دافع كبير الآن لإحداث تغيير، ونحن نعمل معا لمفاوضات أشمل. لا يزال العشرات من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق الكبيرة التي تلتهم مناطق شمال كاليفورنيا. عمليات الإطفاء تواكبها مروحيات، إلا أن الحرائق تمتد لتهدد عشرات المنازل والبلدات، الأمر الذي دفع السلطات الفيدرالية إلى عملية إجلاء واسعة. وعثرت فرق الإنقاذ في تايلاند على 12 صبيا مفقودا ومدربهم داخل كهف بعد 9 أيام من اختفائهم وهم أحياء. السلطات التايلاندية أعلنت أن غواصي القوات البحرية عثروا على المفقودين في كهف على ساحل باتايا، وتراوح أعمار الصبية بين 11 عاما و16. اختفوا مع مدربهم عند ذهابهم لاستكشاف مجمع كهوف في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار. Okay, go back. We come. I know, I understand. We come. Okay, we come. نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في لبنان أعادت إلى الواجهة أزمة اليسار في لبنان ومنه إلى العالم العربي. فمتى تدق ساعة ربيع اليسار؟ غراسيا بيتار. أزمة اليسار اللبناني من أزمة اليسار العربي. أسامة سعد زعيم التنظيم الشعبي الناصري يكاد في شخصه أن يختصر نموذج اليسار في علاقته بالأرض والوطن والنضال، وهذا تحديداً أي النضال العربي هو ما يجب توحيد ساحاته في زمن صفقة القرن. لأنه إذا بدنا نقول إنه الدكتاتوريات العربية فشلت في تحقيق مشروع نهضوي عربي، كمان القوى البديلة اللي حطت حالها إنه هي بديلة ما يسمى بالإسلام السياسي، كمان هو فشل في تحقيق مشروع نهضوي عربي، وبالتالي القوى الوطنية التقدمية بانتظار دور يجب أن تقوم به وعليها أن تقوم به، ومش مش مسموح لها إنه هي تتنازل عن دورها أو تنكفئ عن إداء هذا الدور. انتخابات 2018 عادت أسامة سعد إلى الندوة البرلمانية. تموضعه هنا يختصر أيضا أزمة اليسار، لا يجد نفسه فيما يسمى المعارضة السنية ولا يلمس تغييرا حقيقيا حصل في البلد. البلد عم بيعيش أزمات هي نتيجة تراكمات
وعدم قدرة هذا النظام الطائفي المذهبي وهي المحاصصات الطائفية لن تنتج حلول للبلد. وبالتالي هذا موقفي ينطلق من معايير وطنية، لا ينطلق أبدا من معايير طائفية أو مذهبية. لذلك يعني أنا بعتذر منهم لكل الطائفيين والمذهبيين، كل بشكل أطر طائفية ومذهبية، أنه أنا لا يمكن أن نكون معهم، ممكن نتفاهم معهم بالقطعة. طيب إذا كان تشكيل الحكومة مع إجماع كل القوى، يعني رئيس الحكومة المكلف أخذ 111 صوت من البرلمان، طيب اللي بياخذ هال 111 صوت بعده بعد شهر مش قادر يألف حكومة ليه؟ وأما الحل في رأيه فبربيع اليسار في كتلة سياسية شعبية تفرض مسارا تغييريا نحو الدولة المدنية الحديثة. منفية أو نفت نفسها، تبدو تجربة اليسار كمزرعة بعيدة تولد من قلب التركيبة القائمة، لكنها تتمرد وتقرر التغيير، وعندما تعجز عن ذلك تبتعد استعدادا لربيع منتظر. غراسيا بيتار، بيروت، الميادين. من العلامات البارزة للمنتخب الذي يملك مواصفات البطل أن يتمكن من العودة إلى أجواء المباراة، فبعدما تقدمت اليابان بهدفين فرض نجوم بلجيكا شخصيتهم ليلحقوا بالبرازيل إلى ربع النهائي، وقد عانى الشياطين الحمر أمام اليابان التي أظهرت صلابة دفاعية ورغبة في التقدم أكثر في البطولة. وكانت البرازيل قد تجاوزت المكسيك بهدفين نظيفين لتتأهل إلى ربع نهائي المونديال. النتيجة انعكست على جمهور البلدين العريقين في كرة القدم. المزيد في هذا التقرير. كشفت البرازيل عن هوية البطل بعد الفوز على المكسيك. احتفل أبناء السامبا على طريقتهم بعد حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي. منتخب البرازيل كشف عن هوية البطل في هذا اللقاء، ومن المؤكد أن التتويج باللقب سيكون لمصلحته بوجود النجم الكبير نيمار. الجمهور البرازيلي لن يقبل بعد الفوز على المكسيك بالمغادرة من دون الكأس. من المؤكد أن البرازيل ستكون في النهائي وسنفوز باللقب. محبو المكسيك أظهروا قناعة كبيرة بالخسارة على الرغم من حزنهم الشديد. النتيجة حزينة لأننا عانينا للوصول إلى هذه المرحلة، ولكن في النهاية ودعنا البطولة على يد منتخب كبير. أعتقد أن الإعداد لكأس العالم المقبلة يبدأ من الآن، لأن التشكيلة تحتاج لبعض التغييرات. الإقصاء من العرس الكروي لم يمنع الجمهور المكسيكي من تهنئة البرازيليين بروح رياضية عالية. أنا مقتنع بالنتيجة ولم أتفاجأ، لقد واجهنا فريقا مدعما بأهم النجوم في العالم، لذا الخسارة بهذه الطريقة هي منطقية. لا يمكن أن نحلم بالوصول إلى أبعد من ذلك، وشخصيا أتمنى لهم التوفيق في البطولة. هذه هي حال كرة القدم اليوم، نحن خارج البطولة، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدا في ظل نجوم البرازيل، لم يكن باستطاعتهم تقديم أفضل من ذلك. بعد سلسلة مفاجآت في كأس العالم، كان فوز البرازيل على المكسيك الأكثر منطقيا منذ بداية المونديال. إلى العناوين. مع بدء محادثات روحان في سويسرا، بلجيكا تعلن اعتقال مشتبه بهم من أصول إيرانية، وظريف يصف القضية بالزائفة. الجيش السوري يصل إلى مشارف معبر نصيب على الحدود الأردنية ويحرر المزيد من القرى في ريف درعا. الكنيسة الإسرائيلية يقر بنحو نهائي مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء. اتفاق بين ميركل ووزير الداخلية على إقامة مراكز إيواء للاجئين على حدود النمسا ينقذ الائتلاف الحاكم في ألمانيا. والمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.